APP, mais sous vos routères. Hoorejo ɓeeɗo yimɓe
en gari ko heda dema dum non lottube kedama kalnaabe hori lolu potere da be ngum way ngon kam mabbe ta wadi non gorka ka ko an tan baye holu dimbe be han jatta hen a hollin dum e 2011 holu dum en kadi ha joni man ngum ko an holu dum be lawo be bandiraabe be wakkor kam kongol son kedi mom kettorde mo mi hal non nokki nani ron mo berde nani ron be hakkillaaji madon don koy der berde mon منادلين ومتلادات حزب حزب التحالف نقشط هاي الرئيس مسعود جيكم دور اتيكم تريد من ايجيا تكيلتي قوم بي لان قير هو داينا رئيس عندك كلام ناس راي أمام أنتم يلا تكلمهم تقول لهم شايتهم قل لهم من نيجيريا كنت وتن كنت لين وغنين أي رهاي لموريتاني يهود جميع الآن جماهير التحالف الشعبي يتقدمي الزعيم والمناضل والحقوقي ورجل المرحلة السياسية السياسيين مخضرم سبات سمو ما شئتم إنه الزعيم المناضل والرسول والإنسان الزعيم مسعود البلتاني يتحدث هذه اللحظات إليكم ليقول في هذه المهرجان كلمة سيقول له ما بعدها لأنها ستعبر عن موقف التحالف الشعبي تقدمه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مبوكي ماريمو بانديرابي أيتها الأخوات أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي في البداية بإني ما نسبق شيء لتشكراتي لهذا الحشد العظيم لهذا الحشد الكبير اللي كثيرا ما يقال وقيل بأن التحالف الشعبي التقدمي ورئيسه مسعود والبالخير ما يقدوا يحشدوه دهران قال لنا وسمعنا وسمع للجماهير البريئة بأن التحالف مات له خالد وبن رئيسه دابت السلطة في لبنتها بيه اللي مات له معروف وجهه من قفاه الشعب كثيرا في موريتانيا فرجاء موريتانيا كلها بن التحالف ما هو خالد وبن مسعود ما هو خالد جزاكم الله خيرا اللي جيتوا تكلموا لوك الادعاءات المغرضه جيتوا تكلموا ليك الناس اللي ما فتئت تحاول تقلل من شان التحالف وتقلل من شأن رئيسه مسعود والبالخير نختار نشكر أولا الموريتانيات والموريتانيين اللي ما انهم مخرطين في التحالف الشعبي التقدمي يا غير من عصرين وخطروا يجوا يكثرونه أراني ذوك اللي تلفنوا لي كاملين قالوا منهم لا يشو يدعمونا شفتهم وشفت منهم اللي قالوا
وشفتوك الاسر اللي هي تجيهم وقالوا لي منهم يدعوش يدعمونا، شفت منهم جاو وشفت من الموريتانيين والموريتانيات واثقين تمام الثقه في التحالف وفي مسعود والبالخير. جزاهم الله خيرا ولا يكافيهم لا الله تبارك وتعالى، وراجي ان شاء الله لهم كل الخير، وراجيه من خلالهم لذويهم والمواطنين كاملين، اعني الموريتانيات والموريتانيين كلهم. نختار عقبلك نشكر وطور التحالف الشعبي التقدمي في المكتب التنفيذي وفي المجلس الوطني ومن أمناء عامين منسقيات واكشور ومن منسقين جهويين جاءوا من الولايات في الداخل، نعرف بأن النوالي بحضر ونعرف بأن كيف حضرت ونعرف بالقوار بحضره ونعرف بأن لاق حضر وما حق أن حضر اللي ما هو ذاك زويرات حضروا. إذن شاكرهم وشاكر منتخبي التحالف الشعبي التقدمي في الجمعية الوطنية وفي المجالس البلدية اللي لولاهم ما ينعش ذا المهرجان بالصيفة اللي خلق بيها. ولاني ناسي في كلمتي كلمة الشكر بني نخص منظمة النساء في التحالف الشعبي التقدمي ومنظمة الشباب في التحالف الشعبي التقدمي وكل الناشطين بما فيهم النخلة والتيدومة النخلة والتيدومة اللي هما شعار التحالف الشعبي التقدمي. التيدومة التجمختها الحلوانة تحلى والتمر قاع اللي حلو واحد النخل، وهذا أشجار موريتانية أصيلة ما هي جايتها من جهة، وهذا هو اللي اخترنا بين اللي التحالفيين أصوليين مرتبطين بالأرض ومرتبطين بالشعب ومرتبطين مصالح الأرض ومصالح الشعب ومرتبطين باليوم بحاضر ومستقبل للشعب الموريتاني اللي ما عندنا عنه بديل. نختار نقولكم لا سمحوا لي الوقفة هي اللي تفرض علي بني نتكلم الفوق، إذا الله نحاول نعدل شي ما هو مألوف، الله نحاول نتكلم بالشر. إذا هذا الحشد ياسر من الناس حاسب عليه التحالف الشعبي التقدمي وكان يطلب مولانا بأن الحشد ما يحصل وبأن الجماهير ما تتجمهر بيه اللي ذا اللي كانوا يزعموا يختاروا لا يتحقق على الأرض يا قريب الله عن ذلك. مناصرين التحالف ومناضلين التحالف لهما حضر. التحالف اللي رحلة من رحلات الأنظمة السياسية اللي خلنا منهم والله اللي خاض منهم رئيسه
مسعود والبلخاء. التحالف اول حراك قد ينقال انه سياسي قام به المتكلم هو انشاء حركة الحر اخوك الحرطاني، هذا هو اللي نعرف به. اخوك الحرطاني انشاء عام 1978 5 مارس اخلق هون في نواكشوط في برقد، والله بيوت الله في سنكيم هذه الدنيا، وناشئين 12 حرطاني سنهم ما هي متقدمة حتى، وقرايتهم معتاد يا غير حسوا باللي يحسوا به امثالهم من الحراطي والله السوداء والله العبيد، لا اللي يبقى حد يسميهم به يسميهم. انشأنا الحركة الحر ما هو على اساس عنصري، ما هو على اساس تفرقة، ما هو على اساس مطالبة بالانتقام ولا حتى بالتعويض، لكن اللي خاضوا عليه اسلافنا جمعنا بين اللي شعرنا بالظلم وبين قايلين بين اللي يشعر بالظلم من واجبه بانه يحاول بان يرتفع عنه ذاك الظلم. الناس فهمت هذا فهم عكسي، والسلطه رماتنا ذيك الساعه بان انشأنا الحركة فياك كاننا نتحالف مع الكور بولا صننك ولف، يا كاننا نصفوا حسابات مع البيضاء، ونقال قاع بن مسعود قال بانه ما يجبر راحة ما حد ما خدم زينبو لا مبارك علينا والله يسلم عربيه. وهذه الأكذوبة ما زالت تتكرر إلى اليوم. مالي ياسر قدام ياسر من الشهود قالها لي واحد في مقر الحزب كذبت له عنه، وقلت بني متحدي صحفي مصور والله ناقل اخبار يجيب كتاب لي والله كلام لي يأكد هذه المقولة اللي ما قلت نعزالي بصفة من الصفات. بيا اللي كنت اللي فارض عليا نقول شيء على اليمن من عود قلته، يقول انا ما قطيت قلت اللي اكثر من بن الحراطين موريتاني مظلمه وبن ياط يرتفع عنهم الظلم، وبني لو عات الناس الموريتانيين كاملين ببيوهم وبخورهم وبكورهم وبعربهم اذا قاموا كاملين وفهموا الروايه وعملوا من اجلها الحراطين ما يدوروا اكثر من ما يدوروا يعودوا استياد الغير ولا يدوروا يعودوا يقبنوا الغير ولا يقبوا مال الغير ولا ينزعوا منه حقه، يدوروا لا يعود كيف الناس كامله عليهم الواجبات ذاك اللي على كل حد، ولهم اللي من الحقوق ذاك اللي عند كل حد، ولا تلا حد يشري عليهم القل. يا غير قطيت لا قلت بني المسؤوليه ترجع اولا على الاحراطين انفسهم يذوقوا في انفسهم
ويوقفوا مع انفسهم بهم الى ما ذاقهم فانفسهم ما لا يهب فيهم حد. يعملوا صنصراني ويعملوا عربي ويعملوا صيني. الثقة تبدأ بالشخص بنفسه ولا تم ظلما لا ماشي. قلت بنا هذه العدالة وهذه المساواة نختاروا مواطنين كاملين يعودوا يبقوا حالنا ويعملوا من أجلها. هذا لا وساووه نختاروه هو مطلبنا. وإلى ما وساووه ظلمنا ما يقدر يتم مستمر ولا تنقد انتم مسالتين عليه. هذا قطيت لا قلته وما زدت لا قايله. يا قال ما نعني به من الحراطين ما انهم عرب. الحراطين عرب باع عرب بلسينتهم وعرب بثقافتهم وعرب بحضارتهم وعرب بنمط حياتهم. عايشين تحت الخيمة نركبوا البل ونخبطوا دعماير زينا ونركبوا الحمير وركبنا البقر. الحالة اللي عيشوا بها العرب هي الحالة اللي نعرفوه الحالة اللي ما تقرر فينا ولا تجمل. انا يا شيخ نارواقي يقولوا لي انت بيواني. نقول لهم انا ماني بيواني ماني بيواني ولا قايل لفوق وقايل مالي بالحراطين مانهم بيوان. حراطين عرب حراطين حسان. العروبة ما هي عن اللوم ولا هي عن السان وعن النمط وعن الحضارة وعن الثقافة. واللون ما هو العروبة. احنا عرب واحنا نتكلموا بالحسانية. حسانيون ولا حسانيين؟ يا قرار انا في المجتمع الموريتاني قال لي اسود سوداني والله حرطاني. ومحمد الحافظ ينقال له بيواني به الابيض ولا اني ناقمها عليه ولا هي شيء عنه. ومشروع كان هو في لغتنا الموحده اللي هي لغه حسان حساني ولغه العربي. يا غالب اني قال ان انتم معكم ما قال لكم شيء للبيوان. احنا نلعب ما قال لنا شيء للبيوان لا يقالنا على من. لماذا هذا التشكيك وهوية الحراطين في موريتاني مع العرب ومع الحسان؟ وهو ما وشكك في عبيد سوانك مع سوانك. ما نقالهم يفترقوا معاهم ولا نقالهم يدوروا هوية من دونهم ولا نقال البولار من عبيدهم يعودوا عندهم يطالبوا بهوية ما هي هوية البولار ولا طالبت من وظف. لماذا نعود احنا يطمع في عقولنا وينقال لنا انتم مالكم حسانيين والله مالكم عرب؟ عرب بعد متفخرين بيها ولان عاطين الاسبقية العربي فيها. يقال ما ان عرب من دون ولان عرب تحت ولان عرب يدخل بهم الاسباق ولان عرب يقبلوا لي حالهم ولان عرب يقبلوا لي سام. عرب مع كل عرب ذاك اللي فيه العرب. كافيكم نقمع في اخلاقياتنا بمشاعرنا وتلاعب بهم. هذا ماني قايل ولا للبيوان قايلوا مالي البولار وقايلوا لاسوانك وقايلوا الولف وقايلوا لفرنسا وقايلوا لامريكا وقايلوا له النخلة وقايلوا له الخيار.
وشكك فينا وشكك فينا وعدلنا معنا من مد وعدلنا قاصرين كيف تترك ينبقانا وينكرهنا كيف اللي احنا ما نقدروا نبقوا والله ما نقدروا نكرهوا يا الموريتانيين أعطونا منكم العافية خلونا مكانتنا في زرورتكم معنا قدامكم لقد ما أتينا قابلين عدو ولا حد وأعرفوا من قضية الحراطين أعرفوا من قضية الحراطين قضية الموريتانيين كاملين بها الليلة ما تسوى إلى ما إلى وسوات وصالح كل الموريتانيين ولا هلا الحراطين وحدهم وإلى ما وسوات الدار تصرف موريتانيا كاملة ما لازم إذن ما يالتلقاشي تم طامع في عقولنا يهم يقرر فينا الماء يقرر والله يهم يشرح لنا القلب أرانا ما فايتناش واعيين حتى وفاهمين حتى ولا فهم منا حد ولا وعى منا حد لقال للشعب نبقوه للأرض نبقوها موريتاني نبقوها ما عندنا عنها بديل ونختاروها تنمى ونختاروها تدمغرط ونختاروا المساواة فيها ونختاروا العدالة فيها ونختاروا نتعلموا كاملين ونختاروا نثقفوا كاملين ونختاروا كلنا اللي عنده حق يجبروا ونوظفوا كاملين يقال الوظيفة فرمة فيها ما ندوروها بيه اللي راها منا بيه اللي راها منا عاد طم العبيد الملك مثلك هو من نفسه والوظيفة حد يدورها معناها بأنه ما يبقي موريتاني بيه اللي الوظيفة تأخر وتعبد اللي ما كان عبد يعود عبد بيه المصلحة وبيه عزة الإخلاص وبيه عزة الوطن وبيه عزة الداء الوظيفة ما أدري يمشي يكون لهانا احنا اللي ندور العداله ندور الناس تساوى كامله ندور الناس تقرى كامله ندور الناس تداوى كامله ندور الناس تساوى كامله في الفرص راهو يا خلد تعود الوظيفه تزيشي ويعود العمل يزيشي والى ما خلد ما خالص لا هي من هذا المجال نتنقل لواحد اخر مسعود يجبر الوظيفه ومسعود يجبر الوته ومسعود يجبر الضياع وعاد هذا يمتن به على مسعود وينقال بانه يجبر اللقمه اللي يكبر من فمه تعرفوا بانه يوجع مسعود حتى فيه اللي تشكيك حاطين مسعود ما هو وارد مسعود له الفخر بانه ما بقات وظيفه وموريتاني قد حد ينالها ما خاض منها خاض منها ما هو بالنفاق وخاو منها ما هو بالرشوة وخاو منها ما هو بالتبعية وخاو منها ما هو بالخوف وخاو منها ما هو بالطمع خوك الوظائف كاملين من أسفلها إلى أعلاها مزات لله الرئاسة
عندهم نسيت ما يصلي. لا تفهم. لين يعودوا الحراطين اليوم في موريتانيا. يتناثروا الزعامات. ويتناثروا الشياخة. ويحملوا إلى مسعود. ورافدين شعار الحراطين. لا كامل كان اللي ما نجبر له مسعود ما يدخل. مسعود هو الاول في الديوان حرطي. انا هو الاول قلت انا حرطاني. دي ما بدأت بان انا حرطاني قلت انا عبد 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 عبد. الين مطير جعلتها عن ذيك الناس. اللي همت تستخفى الكور ولا صلحت لها. همت تستخفى من صارة ولا صلحت لها. تم اللاين قالوا عبيد والله عبيدات والله مجمبرين بيك اللغة وذيك اللغة وذيك اللغة وذيك اللغة وذيك اللغة. انا هو اللي حملت شعار العبودية. واللي حملت شعار التحطيم. واللي جعلت الحراطين اليوم متفخرين بانهم حراطين. على الله يقمز بيا ويقول اني تخليت عن قضيه الحراطين. منو اللي قالها باع؟ الا حسبي الله ونعم الوكيل. الا حسبي الله ونعم الوكيل. مسعود الى افكا حرطاني ويتخمم قضايا الحراطين. ولا وعى يتخمم بيهم. ولا بكى بيه قضيتهم. ولا وحق ضحكت وصبر بيه قضيتهم. بدمي ولحمي ونختار عدسول. اسمع علي قال بن مسعود ما هو حرطاني. ويلا ما تحطمت انا من لا يتحطم. حرطاني بعد واسلافي حراطي ولاني ولا يمحشمت بيا اللي نعرف ياسر من الناس اللي هون واللي هك كان والله عاش وضعيات ارخص من وضعية مسعود. لقد هو يتنفس ولا هو خالي. انا نختار نعود خالي. لقد نخلف بنفس ما يدخلوني الامور ولا نوشوش كيف هيك الساعه اسلافي والله اسلافي العود اللي مشلش العود انا والمشلش الراس والعات اللي متمونك متمونك انا الراس يقال ما نعود هون كيف الطلطينه اللي مسكتها الرياح تقول طم ولا مسها راجل تقول طم ولا مس الشير تقول طن ولا مس التمرة تقول طن ولا دخل عليها حد تقول طن ماني قابل هاي الطنطينة. الحراطين كيف تقطيت قلت وفي وقت ما ولا وفي وقت احرج منه وصل خلعة من اليوم. الحراطين قلت منهم منين ما صاروا يا كانوا بيتحروا ما انهم لا يزوروا الشلال يوقف. يزوروا نقدوا النار في موريتانيا. موريتانيا ما بتنحررنا فيها ولا بتنوقنا فيها شيء ولا بتنشفنا فيها شيء ولا بتنشفنا فيها. خسروها ما بتنحررنا فيها. ولأن فتنته لا يخلوا حد يخسر موريتان. احمني. يا تروح يا واحد ثاني يلا صلاح يا مولانا صلاح. ارتد عنا ياسر
قال بن مسعود تخلى عن تحطينه بيه اللي عادي يوكل فايد محمد والعبد العزيز. وتخلى عن المعارضة بيه اللي اشتراه محمد والعبد العزيز. انا ماني متقاطع سواقه مع احد. مسعود الله يرد عن راسه ويرد عن التحالف. نختار نقول المتشككين في التحالف والمتشككين في رئيسه من التحالف الله هو اليوم الضمان الوحيد البقاء واستمرار موريتانيا. مدبرين عليها بسياستنا ومدبرين عليها بمشروعنا المجتمعي ومدبرين عليها بحراكنا السياسي وتصليحاتنا السياسية ويبعادنا من الكامل اللي قد من شأنه يهجب فتيل الفتنة وموريتانيا. احنا اللي قلنا لا العافية لغير هذا يا رب الناس كاملة تفهموا ذاك اللي في السلطة وذاك اللي ما هو في السلطة ويعرفوا ما اللي بن مسعود والتحالف مع الدايما درشهم يا كان قال انهم اعمر والله مع زيد. المهم بن مساء اللي خلقوا وذوك الاحزاب اللي قلت ان انتميت لهم سابق التحالف مساء اللي بدنا نخوضوا السياسه كلها مبنيه ومتمحوره حول ذوك الاحزاب اللي قاد مسعود والبالخير. اللي قاير من مسعود يختار يعود مسعود يقال ليك بشروطها ولا اللي حاسد مسعود شي يعني الحسد بالعدول ولا اللي مبحر مسعود روايته شنو هو فقير هو عبد هو قائد الاحزاب قلبه يشري اليمت وهو ترشح للرئاسه وهو عدى الحزب والناس كامله لا بدالها من مسعود وتخلص لا مسعود والنظام معني ناسيه بيا المسجد جاي النظام اللي اشملك مشعطط مع مسعود يسبنا بدنا نختاروا الخاسر نختاروا الموريتانيا الخاسر ونحلوا احزابنا ومتنعونا وحدين اخرين بيه اللي عادي يخرص الا مسعود واللي معارض يخرص الا مسعود واللي ما هو ذاك ولا هو ذاك مشجعوا بعد مسعود ومسعود ما تصيب عنه موريتانيا ما تصيب عنه احنا ورك عندنا 80 حزب والله تزيد لانه كان اللي مسعود ما عدى الحزب ما يعود حد عدى الحزب كان لا حزب واحد حزب الشعب لقد اني عدى المسعود حزب وعدى المسعود حزب يغلبني ان عدى الحزب الرئاسيات شفتوا ذاك اللي ترشح لهم من الرؤساء بيه ماش بيه اللي مسعود ترأس ترشح بالرئاسة الآن قال لك ما يجبر ياسر أسواق البلد عاد في من الشراعة بأنه يترشح إذا لا نترشح ما أبقى حد ما ترشح والأحزاب حد ولا حرج إذا مسعود إلى أن نتقاعد اليوم عن السياسة والله يزيحني حزبي اللي لا يعدى المؤتمر ما هو باطي عن رئاسته ونقعد عن السياسة يدور الموريتاني يحلو فرصه مع تلاو جابرين مسعود يتعاند معاه والله ينافسه والله يحصله نختار نقول
بني بعلاقاتي جيدة مع أمكانة مع الأغلبية. أنا نتماس مع شيخة معنا بني لو دائما نتماس معهم إذا بني لا مجابر معهم مع وجبار قبالة جريع والله حميم لقد بعد الله مجابرين وش ملاكي يجيني حد منهم والله اثنين والله قاعد خط وش ملاكي يدعموني بعض المساي ونعرف من أول جماهير فيهم واحدين جايين من أحزاب من الأغلبية أنا بعد قارن فينا لقد إلى عد المهرجان ما أنه لا يزيدوا عليهم أرخص هلل عندنا وصية والله توجيه محترم الأغلبية بأنها الأغلبية مفيدة الآن أنت قد تميل والله تعادل ظهر لي الله بأن أغلبية يا الله تهتم تشترك أكثر في اللعبة السياسية ولا تخلي بين الرئيس معاها وحده تعود معاه مدة تلفت له خالفه وتتوالى عنه بعض الأمور ويقال لا تموت شرحوا له ذاك اللي قال وقال أمالي بالأغلبية دورها معه لا تدفع على المعارضة هي قالها الأغلبية الديمقراطية والمعارضة الديمقراطية إذن بينهما ركائز الثنتين للديمقراطية الأغلبية والمعارضة ولا يا لطف يكون كلهم يعود محترم الأخر الأغلبية يا تم تقول للمعارضة لا شيء محترم وشي يحصل عليه السكوت وشي ما وجاله حتى ولا المعارضة ملي كذلك بيه لين ما تحترم الأغلبية المعارضة انهار الأغلبية عادت معارضة ما هي لا تحترمها الأغلبية الجديدة والمعارضة كذلك يا الله تحترم الأغلبية بها إلى عادة اللي هامها ترعس زاد هي والله تتوالى السلطة اللي ما احترم اللي في السلطة إلى عادة هو في السلطة معه لا يحترم ويا تعود الشجار والله يا شجار تجال ما أفهم الكلمة ما أقدر سمعتها من العربية فائتته ولاني لا نحاولها وذكر الله التسع إذن يقال بعد ما بيدني حرطاني ياسر من اللي أبيض من البد ما يعرفهم اللي ياسر من الكلمات والله العبارات العربية هذا ما هو خاص ما هي خصيصة بالحراطي إذا من الناس اللي عاد لا تجالب ولا تتناكف ولا تتناكف الدرج يا تعود في العمل السياسي اتجاه الشعب المسكين المقلوب الأمر اللي كل شيء خاص فجيت ليه جيت على التعليم وجيت على الصحة وجيت على العدالة العدالة قاية العدالة وجيت على المساواة وجيت على كامل اللي النمو يا الموريتانيين يعودوا متنافسين حول هذا لا يقدروا حقه منه للشعب أما كان فلان نافع والله معه نافع وذا خيروت
حياة تعود بين المعارضة والأغلبية والأغلبية والمعارضة. ولك لو سمحتم لا هنا نوصل شورى الرئيس محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، شنو هي علاقتي به؟ علاقتي به حسنة، تارة وتارة تود خشينا وتارة تود بين بينات، وهذه الفترة مع ذلك قايل انا منها لباس فيها، سابقتها واحدة ما هي زي احد يا قيربات. محترم الرئيس محمد بن عبد العزيز كل احترام، محترمه كرئيس للجمهورية الإسلامية الموريتانية، محترمه كرئيس منتخب الشعب الموريتاني. اسوى الصقاع ذاك اللي الله قال في ذاك الانتخاب قال المهم بعد من اللي عندنا من المؤسسات اقر رئاسته ومحترمه لذاك المجال، وهو جدير بذاك الاحترام به اللي موريتاني، وموريتاني لا يتراس عليه الا موريتاني، ما لان نجيبوا الشينوا ولا النصراني يتراس عليه. شن هو موقفي من تسيير الحكومة تسيير للدولة؟ راني طالب من اللي يقرا كامل بانه يرجع المبادرة موريتانيا اولا اللي قطيت صرت عليها الليالي والنهارات واللي تبالت تشخص فيها الوضع الموريتاني ونبين فيها مسؤولية كل حد. يا غير بعد بإيجاز ذاك اللي ما يقرأ والله ما هو صايب يقرأ، ماني راضي عن تسيير الرئيس محمد بن عبد العزيز للدولة الموريتانية، ماني مرتاح به ولاني مساند عليه، وانت ماسي معاه واجباري معاه كل وقت نحاول لا نرشده ما استطعت. تسير للشأن العام اللي نطلب منه بانه ما يساوي راسه معايا انا ومع اي معارض، ولا يساوي راسه مع العاميه به اللي رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه يا تعود للناس كامله، ذاك اللي قريب منه وذاك اللي بعيد، يا تعود كل حد اسوى معاه وسواه معاه الى جاه بوصفه رئيس يدور منه نجدة، والله يدور يرفع عنه الظلم، والله يدور يسانده في مشكلة ما تحاله، يالطف ما استطاع يحاول بأنه يعاون به للموريتانيين كامل. والموريتانيين عاد الحزب الواحد معه خالد معناها بأنهم متفرقين في أسر من الأحزاب، وكنا لقاج معه في الحزب اللي فيه هو لما يجعلوا عدو للوطن ولا يجعلوا ما فيه الفائدة ولا يبرر ذلك من يقوصوا فيه الاصبع، والله يعدل معهم ما عنده حق. الناس المتخل راهو انني رئيس ثاني يدور السياسه وما وقته، يقال هو اللي تقوى الشعب ويعدل السياسه اللي بقى يعدل، وانا عندي الا بالنيات. نبدي ملاحظات وتارة الشب والندت
بعض من المواقف والله بعض من الممارسات. ماني معيب على الحالة تسير بها الوزارة الفلانية ولا الوزارة الفلانية. لك وزارته غير نعرف عن بنو مركز السلطة حتى فيده إلى العادة ما مسؤول يكون هو ولات ما هو معلوم في الرؤساء. يا لطم يعودونه شيء يقولوا بينهم مع العامية ولا يعرضه حتى للنقد المجتمع والوزراء معدلين ذات كانت جالت تنال فيهم الثقة وتعطى لهم المسؤولية ويتحملوها ويعود إلى أشكى من الطب ما مشكي من الرئيس ولا أشكى من التعليم ما مشكي من الرئيس ولا أشكى من المالية ما مشكي من الرئيس ولا مشكي من الضرائب ما مشكي من الرئيس ولا أشكى من العدالة عدمها ما مشكي من الرئيس ولا أشكى من عدم المساواة لما يعني الرئيس. إلى بن الرئيس اليوم أصبح بمركزيته للشأن العام هو الهدف الأساسي لكل رجال وهذا لا فاعل هو بيت وهذا ما يليق وهذا فتك الطول مرات ومرات ومرات. من ذا شنو هو موقفي من المؤسسات لا سيما الجيش الوطني. أنا نسمع وينقال ويقرر بأن السلطة ما عدلات لا يتمرد الصنادرة كيف في الجزائر وكيف في بعض الدول الأخرى. وأنا لا أتمعن فيه الموريتان الصنادرة يوقي بيهم ولأن صايبين عنهم وشابرين خيرهم بيهم اللي موفرين قدر من الأمن وهم والسلطات الأمنية مؤسسات الأمنية كاملة ضروريات لكل دولة وإحنا نبقوهم لا يمتنوا حتى في تأديتهم الواجبهم. يا غير السياسة يخلوها السياسيين يخلوها الأحزاب السياسية و اللي مقلوب الا منهم هم يعترف لهم بدورهم ويعترف لهم بان مهمتهم صعيبه ولا قد تؤدى يكون بياسر الامكانيات ويوفر لهم باش يقدروا يؤدوها بكل شرف وبكل امان. ولاننا ناقمين على الصنادره بهم الصنادره يا غير هم مؤسسه والديمقراطية فيها التناوب وفيها ولا نعودهم قابلينها بيهم اللي الصادرة والله بيهم اللي عندهم دبابات معناها ابنهم ما لا يخلوها يوصل لحد هان تشيان الشبك. العدالة نختير وتعود عدالة حد أنا ما شيء عندي يلي نرى بنها هي اللي خالقة بن يعود رئيس يظلم والله وزير يظلم والله والي يظلم يا غير قاضي يظلم ما نحمله ولا يرد حد يحمله. نختير القضاء يعود مستقل تمام الاستقلال ويوفر له الشروط القيام بليك الاستقلالية. الرئيس عاد بلو يتكلم في طائف النعمة شنو هو موقفي من ذاك الخطأ واللي اختشالوا بات اللي خلقوا فيه. أولا نختار نقول لكم كاملين
من بعد عودته من النعمة جابرت معه وكلمته بخطاب النعمة وقلت له فيها قلت له ذاك اللي ظاهر لي كالعادة ولا هين اختار نقول لكم للي ذاك اللي قلت أنا معه مهم حتى دولار يا غير بعد اللي رأيت من عنده هو نختار اللي نقول أول أنا قضية ذاك اللي قال عن الحراطي الحراطين كانوا يختاروا قال عنه شي ما هو ذاك نختاروا كان قال عنه شي ما هو ذاك ونختاروهم يتموا إذا دخلوا في الحديث قال عنه شي ما هو ذاك ونختاروا العبودية تعود إلى أسمات ما تجبر ديك لشويبة اللي كثيرا ما يجاوب بيها يقول إنها ما هي خالقة نختار نقول لكم من الرئيس قال لي شخصيا منه للي قال فهم سيء ما هو قصده وبنو العبودية يعالشة ومتبارك يعالشة ومتبارك بنو منعر واقيش يمرقوا الحبس الأساس يخلصوا الفضة بين ما يبقي الفضة تعود متحكمة فاستعباد أرواقيش يعود اللي عنده عبد يقد يعدل له الشي فيه اللي عرفته لا نحبس لا يعطي الفضة بي اللي قارنت له بأن كلمة العبودية ما هي خالقة وتدشين المحكمة أخبار الاستقطاع قال لي بأنه فهم قلق وأنا بعد العذر قبلته منه وقبلته منه لا ما هو مهم الكلب وقلته لكن أنا يحرص راسي دوري عربة من الكلب متفرج والحد يا قال الحد لا أحد المهم فيه بأنه بين له بأن اللي قال والله معالجة الأمر ما هي أحسن معالجة وسقالها واعترف بيها وقال بأنه فهم سجد فيه اللي الحراطين أن يعود مشكي من كفرتهم يا الله حد يشكي من كفرتهم أن يعود معتلهم أن يعود عايل عليهم إلين يعودوا الحراطين مبنيين لهم مدارس ومديرين لهم مخصص لهم جزء كبير من الميزانية ومعدين لهم تمييز إيجابي فياك كانوا يدراهم فياك كانوا يدواهم فياك كانوا يستكمل سكن لايق فياك كان تركتهم يقرأوا قراية نافعة وفياك يعدلوا لهم مشاريع ومعدلهم ياسر من مال موريتاني وصيب لهم يكانهم يترقوا والله يتلاحقوا شوي بأصحابهم هذا حد شكا من كفرتهم يعود وقع قابلين يقال هو يعود ما معدل شيء من هذا يعود هذا ما معدل منه شيء كامل وهما كيف تلي آل على المجتمع معه عاطفه يكون من باضي تلاقي ستور دور تشوفوها ما فيدوا بيله ولا فيدوا راتو يكون الحراطي والله الكوى وهذا ما هو لائق في دولة ديمقراطية ويا البلاد تعلموا تقلاب البيلة وتعلموا كرات وتعلموا القشي فيكم ما أتيت ولا يطرى وحد يقشي لكم ولا يراتي وطالبين من
من السلطة، طالبين من السلطة بأنها توجه الشعب فياك يعود يعمل وفياك يعمل. أنا أعرف جالس من الناس يقول الناقصة أنا ما إلى هنا قبل بيلة يا غير يطلب الصدقة في الشوارع، يجي ويخش الديار يطلب الصدقة. قالوا كانوا بعد أهل البيلات اللي عايشين بعد جابين خلاص نافع، خلاص نافع معيشهم بكرامة ومعيش أولادهم ومكنهم من يدروا أولادهم. دور جي الناس كاملة تشغل شغلة البيلة وتشغل كامل الشغلة اللي معيش يقير هذا أفطن له ولات له مقبول ويالت يعدل شي معهود. وهذه نصيحة مني كموريتاني، ولا عندي بديل موريتاني ولا أغلى لي نفسي من كل موريتاني هون قاعد والله واقف. يا غير احنا ما قدر تمو ماشيين مستيرين بالحالة الظلم والقبن واللا تقدير على ما يقدر تعايش به مد. نختار كذلك نقول بنتطرق على قضية المعارضة وقال لها ياسم الكلاب اللي قتلوه اللي ما هو لايق رئيس ما يالطي عود يحشد الجماهير وياك كانوا يتبالك يقمز في المعارضة بيلي المعارضة جزء من الديمقراطية اللي قال منه لا يبني وياكل لا يحترم المعارضة بيلي النهار اللي ما هو رئيس وعاد في المعارضة يختار اللي في اللي بترأس يحترمه. والمعارضة كذلك يا سبي أما اللي تشتم الرئيس وتشتم الباقي تشتم أما اللي حديث ولا حرج لكن أما اللي معه مقبول ولا ولايق. وإحنا اللي فاصلين فيه وفاصلين في ديمقراطية هادئة تعود الناس كلها محترم الأخر والناس كلها شايف الأخر ضروري لله يعدل وشايف بنا وطن مواطنين وطن واحد وبنا فاضلين نعيش سلامة وياتنا نحترموا أنفسنا ونحترموا سلطاتنا ونحترموا معارضتنا. شد أخبار مجلس الشيوخ وقال فيه ذاك اللي قال موقفي الشخصي فيك رواية بأنه هو يحط له بأنه يتكلم في كل شيء كرئيس جمهورية ويحط له بأنه يقترح كل اللي باقي يقترح. يقال أنا أرى بأن المجلس الدستوري ما هو المؤسسة الوحيدة اللي فاصلة في التنقية وما فاصلة في شيء ثاني يعدل لها. ياسر من المؤسسات ياسر من المؤسسات مجلس الشيوخ هو العينين ياسر من المؤسسات خالد وهو اللي حبر على ورق ما هم أديوا خدمة للشعب وللمواطن. يقال هو تفصيله الدولة يقال المؤسسات لا يكلم عنهم ما يكلم عنهم هرجاء تنظم مناسبة ثقافية والله سياسية ويقبل الرئيس خطاب ويتبارك يبرر مبرراته ويوجه لك الباقي يوجهه. إذن ها يخلق همشي كان قد ما يخلق وإذا يخلق ضيق الصيفة الليكية كان ياتو يعالج بشي ما هو هالي الناس اللي تمشي لا يتشرح شي ما يعرف قال الله يتشرح شي. إذن خلق ياسم الأقلاط اللي ما هي وعدش وينصاب عنها ويعرض كلها يعرف موقعه وكلها يعرف مسؤوليته وكلها يعرف ما الحالة اللي يلطف يؤديها بها. نجي فادي كاذب وقعت قضية ملك واحد الحوار خلق فيه ياسم التجاذبات وشي من الناس يقول بأنه ما هو مهم
وشي من الناس قايل بانه مهم، والحوار التحالف ورئيسه قطعات ولا من دعاك داعين الفوق داعين به الفوق، ولان داخلين به ستار وقطينا الناس عين من الناس تجابر به للناس يالتها تقبل الفرصة المتاحة نهدوا ممارستنا للسياسة، نتعايشوا حياة سياسية هادئة، نعودوا نقدوا نشاوروا ونقدوا نتبادلوا وجهات النظر ونقدوا نحلوا فياكة كان نوصول ذاك اللي فيه صالح للمجتمع. وهذا قد يخلق الله بالحوار. الانقلابات قضينا عليهم من الحوار الماضي، قلنا ابنها عاد جريمة ولا تتقادم. الانقلابات معنا خارج الخورات، شفنا اللي عدلوا في الدول اللي ما هي بعيد حتى، ومسالي خلقت فيهم هذيك الخورات ما زالوا معنا ما عارفين ليلهم من نهارهم، واحنا ضعاف على ذاك، ونختاروا الله السلم ونختاروا الله العافيه، ويريقنا الله العافيه. شنو شي؟ صك صك. فيه اللي فينا يقد يعالج الله الصبر، ويقد يعالج الله التعايش السلمي. وبذيك المناسبه قايلين بالناس اللي تشبث بانها تقود البلد، والله يهمها بانها تقود غدا والله بعد قديم، يا الله على الاقل تهتم بمشاكله. هو مشاكله اليوم بان السياسه ما مروا وش حمل الباهة، وبان ياط لين يطلب من الناس تجابر. فياك كانت تاسس للدوله ما بعد خلقت، الدوله الموريتانيه ما بعد خلقت بها، ما حتى ما خلقت على اسس توافقيه ولا اسس جماعيه ولا اسس مقبوله من الجميع والله من أكثرية الممارسين، ما هي لا تصلح. ولأن ما تصلح السياسة لا يتملى التجاذبات بين النخبة هون في الوركشوب، ويبقى الجيعان جيعان في البادية، ويبقى العطشان عطشان فيها، وتبقى ربة البيت ما عندها باش تعيش أولادها، وتفيض لهم طاح لهم مرجان ما في شيء قصدوا لاولادها، ما في شيء لا يتوكلوا لهم، يقتلها الجوع يقتلهم هم الجوع، ويعود المريض يموت قدام المستشفى ما عنده باش يدخلوا. هذا معه هو اللي يعطي الساسه يعود يسعوا يطالبوا به. بذيك المناسبه احنا من دعاة الحوار وساعين فيه وندوروه وشايفين بانه هو الحل الوحيد، وبان التحالف الشعبي التقدمي في اجتماع مكتبه التنفيذي الماضي اللي استغرق ايام قرر باجماع ولا بغياب اي صوت من اصوات المكتب كامله بانه يشارك في الحوار المزعوم. التحالف محاور، مسعود محاور، فيه للحوار هو النجدة الموريتاني، وموريتانيا أولا اللي يبقي موريتاني يجي للحوار، وداعي له المعارضة، وداعي له المجتمع المدني، وداعي له الأخ الرئيس أحمد ولد الداح، لا ينقيسه مرة ثانية، ونطلب منه بان ما نختاره ذي موريتانيا الجديدة اللي لاهن بن عود غايب عنها، فيه اللي حضوره ضروري، حضوري مهم، حضوره مرتقب فيه، ودار الجيل القادة الثاني نطلبها منهم، إلى جاو لا هو اللي نبقوا، لا هو اللي تبقي موريتانيا، لا هو اللي يبقي الشعب الموريتاني، وإلى ما جاو احنا علينا لا البلاء. ما علي الا البلاء، ولا اخترت نفسي عن حد، ولا همني جر
القطاع النفسي من دون حد ولا هم نقطي لحد. لقير موريتاني نفقيها بيالي نفقيه ومواطنيها الابيض منهم والاخضر والابرش، ونفقي منهم الكوري والعربي، ونفقي اهل القبلة واهل الشرق واهل الجنوب واهل الشمال. موريتانيا اولا هي شعارنا، موريتاني اولا هو هدفنا والحوار هدفنا. عاش التحالف، عاش التحالف، عاش التحالف، تحيا موريتانيا، تحيا موريتانيا، تحيا موريتانيا، إلى الأمام. I'm gonna